مستحيل خليكي بالاوتيل. هلا رح اعمل تشيك اوت نطلع الضيعه. مشتاقتي لها؟ مشتاقتي لايام طفولي؟ بلا اكيد اكيد اشتقت لها كثير، بس انا ام سوري ما فيني. بتعرف شو، هون يمكن احسن بضلني قريبه ويعني حركتي اسهل مشان بنت اختي. هاتي خبريني شو الموضوع. اختي جوزها بالسجن. هلا هي قدرت تسافر، طلعت على ابو ظبي، بس المشكله انه كان عندها مشاكل كثير جوا، حطت بنتها عند رفيقتها. هلا انا نزلت لهون مشان طلع هاي البنت من سوريا على لبنان. عملت كل شيء بقدر عليه بابو ظبي، كل شيء فيه دوكيومنتس، عملت لها فيزا، كله جاهز، بس المشكله انه هن ما عم بيخلوها تطلع من سوريا على لبنان الا ما يكون عندها حدا بيقولوا له اقرباء درجه اولى، يعني هيك شيء. فانا ما بعرف اذا فيك انت تساعدني ونقدر نطلعها، بس نقطعها من الحدود. طيب محلول عن جد عمو، يعني انه هي ممكن تنحل؟ اكيد. شو نسيتي اديب بيك؟ لا اكيد ما نسيت. خليني اعمل التليفون. اوكي. متى بدك اياها تجي؟ باسرع وقت. اليوم بكره؟ لا بظن اليوم تاخر الوقت، يمكن بكره احسن. اوكي. الو.